جدد رئيس تونسي قيس سعيد الاثنين رفض بلاده التحول إلى ما سماه حارسة حدود لأي دولة أخرى، مؤكدا أنها لن تقبل بتوطين المهاجرين على أرضها. وجاءت تصريحات سعيد خلال استقباله وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي جيرارد دارمانان اللذين يزوران تونس لبحث قضية الهجرة غير الشرعية. وأوضح بيان للرئاسة التونسية أن اللقاء تطرق إلى علاقات التعاون والشراكة الراسخة والاستراتيجية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات. أنني أعبر من جديد عن أن تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، ولا نقبل أيضا أن نكون بلدا للتوطين. وللأسف بعض التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين تشير إلى سياسة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس.